لا حالا يا شباب، لسه مديني كمية معلومات كبيرة جدا الحقيقة، مش عارف ألاحق. العميل الخاص بالمخابرات البريطانية 007 اللي هو جيمس بوند، المرة دي جزء جديد بعنوان سكاي فول، والفيلم بطولة دانيال كريغ وهيلين ماكوري وإخراج سام مادنس. حقيقة من الأفلام اللي أعتقد إنها هتبقى أفلام أكشن قوية جدا، و انا اذكر واحنا صغيرين كنا متعلقين قوي بجيمس بوند، وكان من الشخصيات المبهره قوي. لكن في ظل العالم وفي ظل التكنولوجيا اللي احنا شايفينها حالا، وفي ظل سلسله الافلام اللي بتطلع من السينما الامريكيه بالجنون اللي فيها، هل فيلم زي ده هيحقق نجاح؟ السؤال ده ممكن الناقد السينمائي بقى هشام مغربي هيكلمنا عنه ويقول لنا هشام انت تتوقع ايه؟ هيحقق نجاح برغم ان يعني اتطورت السينما كتير في الفتره الاخيره. هم انت عارف بقى جيمس بوند دايما عنده كل جديد. 007 يعني طالع من جيل لجيل، يعني بقى له كام جيل دلوقتي؟ 5 اجيال تقريبا شغال ما بيفصلش. حسن ممكن يفيدنا، انا عارف ان حسن غاوي برضه سينما. حسن شايف ايه الفيلم ده ممكن يعمل؟ ما فيش فيلم ال 007 بيجيب يعني لازم دايما بيحقق ربح عالي. الفيلم ده بينتجوه بقى لهم من الخمسينات يعني، وبيصرفوا على الافلام مصاريف غير عاديه يعني. دي برضو من الحاجات الملفته جدا. زي ما قلنا ده كان فيلم سكاي فول 007 او جيمس بوند، شخصيه العميل المخابرات البريطانيه المشهور جدا. المخابرات البريطانيه على فكره لها اسم اسمه ام اي 6، وده الاسم الكودي بتاعهم. موقعها موجوده في لندن وبالتحديد جنب تاور بريدج. الناس اللي حابه انها تروح تتعامل مع المخابرات البريطانيه اهلا بيهم اكيد من خلال شاشه اسكندريه. بنقول لهم ان 007 هيجيب لكم المخابرات البريطانيه لحد عندكم هنا، مش بس هنا في مصر، في كل مكان في العالم. اعتقد انه هيكون من الافلام القويه جدا، بتتميز افلام جيمس بوند بالاثاره وبالاكشن، وفي نفس الوقت فيها يعني نوع من اللعب بالاعصاب وبرضه تحريك المشاعر بشكل لطيف، زي ما تعودنا من نوعيه الافلام اللي بتقدمها لنا سلسله افلام جيمس بوند. نرجع تاني على سكايب، وقبل ما ارجع سكايب انا كنت وعدت محمد من السويس ان احنا هنعمل ديمو سريع ازاي ان انا اعمل اكاونت على الفيسبوك. انا حالا فاتح الفيسبوك قدامي، محمد جاب لنا الصفحه. لما بتفتح صفحه الفيسبوك بيطلع لك كلمه ساين اب، اتس فري اند اولويز ويل بي، يعني دايما هتبقى مجانيه، مش هيبقى بفلوس في اي من الايام. كل المطلوب منك ان انت بتكتب في اول خانه فوق فيرست نيم، بتحط مثلا اسمك. انا هحط مثلا لازم احط اي يعني، مش لازم تحط اسمك الحقيقي، وانا ما انصحش حد انه يحط اسمه الحقيقي على الفيسبوك او بياناته الحقيقيه قدر الامكان. رجاء يا جماعه، دي من القواعد المهمه جدا اللي عايزين نلتزم بيها. يبقى بحط الفيرست نيم بتاعي، هقول مثلا نيمو، يعني نفترض ان في حد اسمه نيمو، ان اي ام او. طيب واللاست نيم بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى زيمو. يبقى نيمو زيمو. خليكم فاكرين الاسماء العجيبه اللي احنا بنعملها هنا في اونلاين، دايما بنعمل حاجات غريبه. هيطلب منك انك تحط الايميل بتاعك يا محمد، او اي حد بيحاول انه يعمل حساب على الفيسبوك. بتحط الفيرست نيم، تختار اي نيم اي اسم وتحطه، لاست نيم بتحطه، وبعدين بتحط الايميل بتاعك. انا هحط مثلا عنوان قناه اسكندريه مثلا ch5@life.com مثلا، يعني احنا بنحط بس حاجه ch5egypt. انا بحط بس نموذج، انا مش هطبق طبعا القاعده للاخر. ري انتر ايميل، بتحط تاني الايميل مره تانية، بتكرر نفس الايميل. انا بستسهل الموضوع، بعمل ايه؟ بضللها وبعمل كوبي وباخد العنوان وبلزقه تحتها على طول. وبعدين يقول لك حط باسورد. الباسورد مره تانية لكل الناس المحترفه فيسبوك، والناس اللي مش غاويه فيسبوك، والناس اللي بتفهم في الكمبيوتر والمحترفين، والناس اللي ما بتفهمش. رجاء خلي كلمه السر ما تقلش عن 12 حرف. حط في ال 12 حرف ارقام وحط رموز، ما تكتفيش بحروف. رجاء خاص انا بقول اهو، وانتوا احرار. اللي عايز يخدم نفسه ويمنع نفسه من الهاك وان الاكونت بتاعه يتسرق يعمل هذا الموضوع. يبقى 12 حرف، انا اختار حروف مثلا كده، ادي كده 4 كده 5، وبعدين احط شويه ارقام 6 7 8، فاضل لي كده 4 حاجات احطهم. احط بقى رمز واحط كمان رمز وبعدين حرفين، كده انا عملت ال 12 حرف بتوعي. طيب هيقول لك بقى اي ام، وتختار بقى نوع الجنس بتاعك، انت فيميل ولا ميل، تختار حسب نوعك. لو واحده بتكتب فيميل، لو راجل بيكتب ميل. البيرثدي بتحط الشهر، مش لازم تحط طبعا عيد ميلادك الحقيقي، حط اي شهور اي ايام زي ما انت عايز، مش مهم حتى تفتكرها. المهم ان السن بتاعك يبقى فوق ال 13 سنه، فبالتالي لازم هتختار يعني في السنوات اللي هي قبل سنه، يعني قبل 2000 او تحديدا 2000، ممكن لا مش 2000، يعني هتختار 1900 مثلا و90 سي مثلا، او انا اخترت 1997. وبعدين بضغط على كلمه ساين اب.
بمجرد محمد دلوقتي بيقول لي برضو بالمرة عشان أوضح نقطة مهمة بالنسبة للناس اللي بتعمل لأولادها برضو نفس القواعد. لما تحط لأولادك طبعا سن الابن عادة ما بيبقاش أكتر من 8 سنين 5 سنين 7 سنين وعايز يعمل حساب على الفيسبوك اعمل له حساب، لكن دايما هتعدي مشكلة ال 13 سنة دي، لازم تحط له تاريخ يكبره عن سن ال 13 سنة. بالتالي أنا دلوقتي بقى عندي حساب على الفيسبوك باسم نيمو زيمو موجود أهو قدامكم شايفينه على ال أنا بشاور عليه بالماوس فوق أهو مكتوب نيمو زيمو. هيطلع لك الخطوات بقى بعد كده خطوات تقليدية جدا. طالع لي هنا ناخد إيهاب الأول على السكايب، معلش يا إيهاب خليك معايا يا إيهاب. احنا هيطلع لنا دلوقتي ثلاث خطوات مكتوب ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. في ايدي حاجات بسيطه جدا. هو دلوقتي طالب، وعليكم السلام خليك معايا يا ايهاب معلش بعد اذنك ثانيه واحده هشرح بس الجزئيه دي عشان مهمه. دلوقتي وانا بشرح الخطوه الاولى فايند يور فريندز، هو طبعا بيطلب منك ان هو عايز يلاقي اصحابك عشان يعرف يكون لك مجموعات اصحاب على الفيسبوك. لو انت عندك اصحاب زي هنا مثلا كلمه ياهو هتتك على كلمه فايند فريندز، هو هيخش على الحساب بتاع ياهو بتاعك ويجيب الاصحاب من هناك. لو نقلنا بعد كده لو نزلت تحت، لو انا مش عايز اعمل الخطوه دي عايز بس افتح حساب وخلاص، انزل تحت على اليمين هتلاقي مكتوب سكيب ذس ستيب، يعني تخطى هذه الخطوه. يبقى انا هضغط عليها وهيطلع لي سكيب او فايند فريندز، انا اختار سكيب. سكيب يعني هتخطاها مش هقف عندها. بيجي بيسالني في السؤال الثاني مجموعه معلومات عني انا شخصيا فايل او بروفايل انفورميشن، عايز اعرف معلومات عني. انا بقول له سكيب برضه مش محتاج اديك معلومات عني، وانت تعرف عني معلومات ليه؟ انا مش لازم تعرف عني معلومات. الخطوه الثالثه بيطلب منك انك ترفع له صوره تعبر عنك او تاخد صوره. انا ممكن اقول له تيك فوتو لو انا على اللابتوب او عندي كاميرا على الكمبيوتر بتاعي، لو اخترت كلمه تيك فوتو اللي هيحصل ان هيفتح زي ما انتم شايفين على الشاشه حالا، ولازم اختار كلمه الاو، وهنا اللي هيحصل انه هيفتح الكاميرا بتاعتي، وبعد ما يفتح الكاميرا هيصورني المفروض، بس انا طبعا فتح ابلكيشن تاني فده هو اللي عامل مشكله معانا. طيب نرجع له تاني خلاص، مش طالما ما عنديش الكاميرا مش هتشتغل، انا ممكن ادخل على ابلود ا فوتو ويبقى عندي فوتو جاهزه على الديسكتوب بتاعي ومن خلالها اقدر ارفع صوره. هو ده شايفين الصوره، ممكن اخد نفس الصوره كده كده، ممكن اقول له ادي الصوره اهي هاخدها لنفسي، وبمجرد ما بضغط على علامه الصوره هو بيديني ارقام عشان هيبدا ياخد الصوره. انا ببص واضحك هو شفت الصوره الغبيه اللي طلعت، صوره غريبه جدا يعني طبعا. ممكن اقول له كانسل، مش عاجباني الصوره دي، الصوره مش حلوه، طيب اخد صوره تانية. طبعا الحاجات دي بتحصل على فكره، مش انا بس اللي بيحصل لي الكلام ده، الكلام ده ممكن يحصل لاي حد بالظبط. هو بص، انا بمجرد ما هضغط على علامه الكاميرا هنا اهي هيديني ارقام 3 2 1 هيصورني حالا. هو كده خد لي الصوره وانا بضحك، دي الصوره عجباني، فاقول له ايه سيف بيكتشر. انا كده سيفت الصوره دي بقت عندي على الحساب بتاعي، بقى نيمو زيمو هو حسام مصباح على الفيسبوك. بقول له سيف اند كونتينيو، دي الخطوه الاخيره، كده خلاص بقى عندك حساب على الفيسبوك يا محمد. موضوع بسيط جدا، عباره عن خطوات بسيطه لو مشيت فيها، وبالنسبه لنا احنا من خلال الحلقه النهارده طبعا هنرفعها على الفيسبوك، هنرفعها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، فممكن تتابعوا الحلقه. اللي عايز يشوف الخطوات فاتته خطوه نسى خطوه هيلاقيها هناك، ممكن يتفرج عليها. هنرفع لكم الفقره دي تحديدا منفصله كمان عشان تعرفوا ازاي تعملوا الحساب الخاص بيكوا على الفيسبوك. ده كان شرح سريع وبسيط لفكرة الفيسبوك. معلش ارجع لإيهاب اللي انا يعني معلقه بقى لي فترة. إيهاب معلش يا إيهاب انا اسف بس كانت الفقرة مهمة قوي كان لازم اشرحها. اتفضل انا بسمعك. احنا طبعا النهاردة موضوع بنتكلم على انتخابات الاعادة، وعايز اعرف رأيك يا إيهاب، انت ناوي تشارك ولا مقاطع ولا مبطل؟ اتمنى لا انا عندي منتخب ان شاء الله. انت نازل تنتخب، ما فيش مشكله. اي يا ريت اي حد من الطرفين لو نجح ما يحصلش مشكله الطرف الثاني ويقدر يقف في ده المشاكل. يعني احنا فعلا محتاجين ان احنا نقتنع عن قناعه، طالما ان الناس اتفقت او الاغلبيه راحت لحد ياخد الاربع سنين بتوعه وبعد كده نفكر نغير او نخليه يكمل. يعني في مواضع من الطرفين ان لو الطرف الثاني نجح ان ده ما يعملش مشاكل، خلاص ده موافق يتحدوا بعض في الانتخابات، يبقى ما فيش مشاكل، ده عايزين بقى تستقر بيهم بالظبط. وهي دي على فكره المشكله اللي احنا بنعاني منها كمصريين، فكره التصنيف، ان احنا بقينا بنصنف بعض. وبمناسبة التصنيف انا مش عارف محمد عنده وقت انه يقدر ياخد من ورايا الخلفية، في لقطة هنا برضو يا إيهاب عايز اوريها لكم. انت شايفنا يا إيهاب على الشاشة؟
شايف حضرتك شايفني. طيب دلوقتي محمد هيحاول يقطع الصوره اللي ورايا، انا عارف انها بتاخد وقت اهي. بمناسبه التصنيف، مش بس المشكله دي احنا بنعاني منها في مصر، لو لاحظت اللقطه اللي ورايا على طول مكتوب what race do you identify yourself as، يعني انت بتعتبر نفسك من اني جنس، ايشن اسيوي ولا وايت ابيض كوكازي يعني، امريكا افريكان امريكان امريكا افريقي ولا هيسبينس ولا نيتيف امريكان. في الاخر هو شطب على كل ده وقال انا هيومن، انا انسان. فهي نفس الفكره، يعني فكره التصنيف فكره مش قاصره علينا احنا المصريين، للاسف هي فكره موجوده في العالم، لكن شوف العالم بيتعامل معاها ازاي، اختار في النهايه ان هو انسان. فاتمنى اتمنى ان الصوره دي برضو في مصر نبدا نطبقها، ما نقولش ليبرالي شيوعي ماركسي اخواني سلفي صوفي، احنا مصريين. يعني انا مش عارف هو احنا رحنا فين يا جماعه، هو ايه اللي حصل لنا؟ يعني في حاجه غريبه بتحصل، هو حد يعني اقسام كتير قوي مش كسم ولا كده، انا مش عارف بالظبط. هو جميل، جميل ان انا ابقى يعني جميل ابقى مصري ليبرالي وجميل ابقى مصري اخواني وجميل ابقى مصري سلفي، لكن في النهايه لازم افتكر ان لما بدي ايدي كده لزميلي او جاري او صاحبي او حتى الراجل ماشي في الشارع، ده مصري، ده احنا حاجه واحده. يعني اعتقد روح بنفتقدها يا هبه، ولا ايه رايك؟ اكيد والله، يا ريت تستناش للناس كده بالبرنامج الجميل ده، ان احنا بيد واحده عايزين البلد تستقر، وعايزين احنا كلنا مصريين وعايزين مصر تعلى وتعلى. يا رب يا رب، واكيد هي مصر هتعلى ان شاء الله، ويعني ربنا الحمد لله حافظ مصر وذكرها في القران كتير، فيعني في حاجات تطمن يعني. اتفضل. يعني داخل كلامي انا معجب قوي بالبرنامج بتاع حضرتك، ربنا يبارك فيك دايما. انا اول مره اتكلم معاك بس ان شاء الله دايما باذن الله. طب انا مش عايزك بس تتكلم معايا على الـ على الـ على الـ على البرنامج، انا عايزك تبقى معانا برضو في الصفحه، صفحه اونلاين على الفيسبوك، عنوانها سهل جدا العالم اونلاين. اخش على الفيسبوك دلوقتي وتنضم لصفحه العالم اونلاين. احنا عندنا يعني يعني عدد من الالاف من المشاهدين اللي مشتركين معانا وبندردش مع بعض على مدار الاسبوع. انا مش لوحدي على فكره، معانا تيم اونلاين، شيرين نجم هشام المغربي حسن راضي محمد ربيع والاكونت على فكره بتاعنا موجود اهو على الشاشه للناس اللي حابه انها تنضم لصفحتنا على الفيسبوك، facebook.com/خليك اونلاين، وده عنوان الصفحه بتاعتنا، لو دخلتوا على العنوان ده هتلاقونا على طول. ايهاب انا بشكرك كتير، والشكر ليا يا بيه والله، ربنا يبارك فيك، سعيد جدا باتصالك النهارده، وانا اسعد الله. اتفضل، مع السلامه. بنروح برضو من الاتصالات اللي معانا، الحقيقه معانا كونتاكت ريكويست، ومعانا على الارضي الاستاذ عبد التواب. استاذ عبد التواب حبيب قلبي، ازيك؟ عليك وبصب على اسره البرنامج بتاع حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك والله بجد. يعني وعايز اقول حاجه، معلش اديني فرصه. لا تحت امرك، اطلع اسره البرنامج. أطلع. حضرتك اسره البرنامج اللي مع حضرتك ناس محترمه جدا، ليه بقى محترمين؟ ولا سالوني اقول ايه، ولا قالوا لي لا بلاش ديت وقول دي. لا احنا اونلاين، احنا اونلاين مطلق الحريه، اي حد عايز يقول حاجه شرق او غرب احنا تحت امر جدا. احنا تحت امر كل الناس. في بعض المعدين على قناه الدلتا ببرنامج حدوده مصريه، انا بقدم صوتي دلوقتي على الهواء وببلغه الوزير الاعلام وببلغه الرئيس قناه الدلتا، برنامج حدوده مصريه لو ما كنتش اقول اللي يطلب مني من المعد بيقطع عني المكالمه. معلش انا طبعا معرفش، انا بعت اكتر من مره الرئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون شكوى، اكتر من شكوى على الفاكس، وبحكي له الحاجات دي وما بيسالش في المواضيع ديت. ووزير الاعلام في بدايه الثوره قال انا هخلي الاعلام المصري ثوره. يا سياده وزير الاعلام، انسى ان يكون اعلام ثوره ما دام في مؤدين في بعض البرامج بتؤمر المتصل ان يقول اللي على كتفه. طب استاذ عبد التواب، يعني برضو عشان ابقى موضوعي شويه، انا طبعا ما اعرفش الواقعه فما اقدرش ان انا احكم عليها، انا يعني برضو هبقى مش محايد لان برضو دول زمايلي في قناه الدلتا، فمش هقدر يعني اتكلم فيما يخصهم، لكن معروف ان في اي مكان في الدنيا لازم يبقى فيه حاجات بتبقى ماشيه صح قوي، ودايما بيبقى فيه حد بيبقى ماشي برضو يعني